بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم. قد قال الحي القيوم في محكم غلب الروم. والله الذي لا إله إلا هو سترفرف رايات المجاهدين فوق دول النصارى، وسيقع المسلمون بأقدامهم عاصمة الفاتيكان الحالية روما. سنفتح روما فتحا سيعيد الحق المهضوم، والقسطنطينية أيضا وبتكبير سوف يدوم. وستلتحم هذه الأمة مع أعدائها ويكون الغلبة لها، وستقع المعركة الفاصلة مع النصارى، وسيكسر الصليب فوق رؤوس أصحابه، وستكون معركة شديدة قوية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الملاحم حقيقة. صراع الإسلام والنصرانية حقيقة. سيستمر إلى قيام الساعة حقيقة. وهو فتنة حقيقة. ابتلى الله بها المسلمون حقيقة. وما عليهم حقيقة. إلا الصبر والمواجهة. الملاحم تقاتلون بني الأصفر أو يقاتلهم من بعدكم من المؤمنين، وتخرج إليهم روقة المؤمنين أهل الحجاز. فكتائب مكة قادمة تزحف بالذبح المحتوم. فكتائب مكة أهل الحجاز الذين يجاهدون في سبيل الله، لا تأخذهم في الله لومة لائم حتى يفتح الله عز وجل عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير. الملاحم أن الدولة الإسلامية سوف تنبعث من الجزيرة العربية كما انبعثت في الماضي، وستعود لها السيطرة على الأرض كما حدث في الماضي. الملاحم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أو قال بدابق، ودابق قرية قرب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. الملاحم تأريخ حتى جاءت السابعة بقيادة ملك فرنسا موجهة إلى مصر تأريخ. فتصدى لها المجاهدون المصريون قرب المنصورة، وألحقوا بهم تأريخ. هزيمة ساحقة تأريخ. بلغ فيها عدد القتلى من الصليبيين 30,000 تأريخ. أما الأسرى فحدث ولا حرج والحمد لله. حرب صليبية. كم قتل من مسلمي البوسنة حرب صليبية. وطاجكستان وألبانيا والشيشان حرب صليبية. بل كم قتل من شعب الصومال صليبية. والسودان وشعب العراق حرب صليبية. على أيدي النصارى الصليبيين الجدد حرب صليبية. بل صرح بذلك مؤخرا كبيرهم الذي علمهم السحر. فكتائب مكة قادمة القادسية تصحبكم في هذه المادة والتي هي بعنوان الملاحم لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. الحمد لله ناصر المظلومين ومدمر الكفرة والفاجرين والظالمين من اليهود والنصارى والملحدين. الحمد لله الذي وصف كيده بأنه متين، فقال سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نلقى الله بها مخلصين وفي سبيل نصرة دينه عاملين غير مبدلين ولا محرفين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه قاهر الكفرة المشركين، ومن لف لفيفهم من بني يهود الفاسقين والنصارى المعتدين. أما بعد أيها المسلمون، قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها المسلمون، إن صراع الإسلام مع النصرانية صراع قديم بدأ مع غزوة مؤتة. إن أول لقاء للمسلمين مع النصارى كان في غزوة مؤتة في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، كان سببها هو مقتل مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الحارث بن عمرو الأزدي رضي الله عنه، عندما ذهب بكتاب إلى ملك الروم بالشام، والذي تم قتله من قبل حليف الروم شرحبيل بن عمرو الغساني الملك على أطراف الشام. لقد كان لقتل رسول الله أكبر الأثر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن بعث بعث مؤتة بقيادة 3 من كبار الصحابة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. كان عدد المسلمين 3000 رجل، فجمع النصارى جيشا عدده 100,000 رجل، وانضم إليهم من قبائل العرب لخم وجذام وغيرهم. التقى الفريقان في قرية من قرى البلقاء في الشام، وانتهت المعركة بانسحاب الجيش المسلم بدون هزيمة، وقذف الله جل وتعالى الرعب في قلوب النصارى والخوف من هذه القوة الجديدة التي ظهرت في جزيرة العرب، حتى أن بعض حلفاء النصارى من العرب أفزعهم نبأ هذه الغزوة، فسارعوا إلى عقد الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع الجزية. وقبل هذه الغزوة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسائل إلى ملوك عصره يدعوهم للإسلام، فكان من جملة ما كتب رسالته إلى قيصر ملك الروم، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن هذا الكتاب الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الإعلان الدائم والمستمر على أن الصراع بين الإسلام والنصرانية سيبقى، لأن الشرط الذي في هذا الكتاب هو أن يقبلوا الإسلام وأن يخرجوا من النصرانية، بل وأن يتخلوا عن الزعامة. وهل سيقبل النصارى بهذا وزعامة العالم اليوم بأيديهم؟ أما نحن المسلمون فواجب علينا تحقيق هذا الكتاب والسعي لتنفيذه وبذل كل غال ورخيص في سبيل الوصول إليه. أيها المسلمون، ينبغي أن نعلم بأن من سنن الله الثابتة في هذا الكون هو ديمومة صراعنا نحن المسلمون مع النصارى، وأنه سيستمر إلى نهاية العالم. وقد ورد ما يشير إلى بقاء هذا الصراع في الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بطريق غير مباشر، حيث قال: فإن توليت
فإن عليك إثم الأريسيين، بل والأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إذن صراع الإسلام والنصرانية سيستمر إلى قيام الساعة، وهو فتنة ابتلى الله بها المسلمون، وهذا قدرهم، وما عليهم إلا الصبر والمواجهة. وإليكم أيها الأحبة بعضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الإشارة إلى استمرارية هذا الصراع، وأنه يأخذ منح المداولة، فتارة تكون الغلبة لهم وتارة تكون الغلبة عليهم، وأن هذا الصراع ينتهي بانتهاء الروم وانعدام النصرانية وانتصار الحق في نهاية مسيرة الحياة الإنسانية والتي تعقبها نهاية العالم. وقبل استعراض بعض هذه الأحاديث، ينبغي أن نعلم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إرشاد للأمة من جانبين: الجانب الأول تنمية وتقوية الإحساس بالخطر النصراني حتى لا يستكين المسلمون لهم، الجانب الثاني تثبيت الإيمان لدى المسلم وألا يفقد الثقة بنفسه حتى في فترات زهو النصرانية وتصدرها الزعامة للعالم، وليعلم بأنها مرحلة وتكون بعدها مراحل تكون النهاية فيها للإسلام وأهله وللدين وأتباعه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن هذه الأحاديث أيها الأحبة والتي سأقرأها عليكم تمثل المصل الواقي وتمثل الترياق الذي يحافظ على الأمة كيانها في فترات الضعف والذل والهوان كما هو في عصرنا الحاضر. الحديث الأول، روى الحاكم في مستدركه بسنده عن كثير عن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تذهب الدنيا يا علي بن أبي طالب. قال علي: لبيك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم ستقاتلون بني الأصفر أو يقاتلهم من بعدكم من المؤمنين، وتخرج إليهم روقة المؤمنين أهل الحجاز الذين يجاهدون في سبيل الله، لا تأخذهم في الله لومة لائم حتى يفتح الله عز وجل عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير فينهدم حصنها، فيصيبون نيلا عظيما لم يصيبوا مثله قط، حتى أنهم يقتسمون بالترس، ثم يصرخ صارخ: يا أهل الإسلام، قد خرج المسيح الدجال في بلادكم وذراريكم، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث العظيم أيها الأحبة يؤكد أن الصراع مع النصارى لن ينقطع، بل إنه صراع دائم أساسه البعد الديني. ولهذا فإن ديمومة الصراع سوف تستمر حتى ينتهي الأمر بغزو معقل النصارى وفتح مدينة روما وما يسبقها من مدن باستعادة السيطرة عليها من قبل المسلمين. كما يؤكد هذا الحديث أن الدولة الإسلامية سوف تنبعث من الجزيرة العربية كما انبعثت في الماضي، وستعود لها السيطرة على الأرض كما حدث في الماضي. لهذا فإن صراع النصارى مع المسلمين في هذا العصر يرتكز على تحطيم القيم والمبادئ والعمل على غزو جزيرة العرب فكريا بعد أن سقط ما حولها من قلاع المسلمين. الحديث الثاني،
وهو يؤيد هذا الحديث السابق، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أو قال بدابق، ودابق قرية قرب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. في هذا الحديث إشارة إلى أنه يسبق المعركة معارك يغنم فيها المسلمون غنائم، من بينها أسرى، وهؤلاء الأسرى يسلمون ويكونون في صفوف المسلمين، لهذا يرغب النصارى في قتال أبناء جنسهم، لكن المسلمون يمتنعون عن ذلك. ثم تنتهي المعركة بفتح القسطنطينية، وهذا الفتح أيها الأحبة ليس هو الفتح الأول الذي كان على يد محمد الفاتح العثماني. الحديث الثالث، روى الحاكم بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل أي المدينتين تفتح أولا، يعني القسطنطينية أم رومية، فقال: مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية. يشير هذا الحديث إلى أنه سيكون هناك فتح لكلتا المدينتين، أما الأولى فقد فتحت على يد محمد الفاتح العثماني وبقيت تحت سيطرة المسلمين فترة من الزمن ثم سلبت، وهناك ما يشير إلى أنه سيعاد فتحها ثانية وترجع في حوزة الدولة الإسلامية، وستفتح روما أيضا بإذن الله تعالى، وإن كانت هي اليوم تعتبر معقل الفاتيكان وقبلة النصارى. الحديث الرابع، في مسند الإمام أحمد عن نافع بن عتبة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأتاه قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة وهم قيام وهو قاعد، فأتيته فقمت بينهم وبينه، فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال نافع: يا جابر، ألا ترى أن الدجال لا يخرج حتى تفتح الروم؟ وقد روى هذا الحديث مسلم أيضا في صحيحه بلفظ قريب من هذا. في هذا الحديث إشارة إلى تدرج الفتح، وقد تحقق فتح جزيرة العرب، وتحقق أيضا فتح فارس، فلم يبق من بلاد فارس جزء لم يكن تحت الولاية الإسلامية. أما الروم فلا زال الصراع معهم، ولا زال جزء من بلاد الروم لم يفتح بعد، وخاصة معقل النصرانية الديني وهو روما، فالصراع مستمر معهم، فتارة يدال للمسلمين عليهم، وأخرى يدال للنصارى على المسلمين، ولا زال مركز القيادة الروحية للنصارى لم يفتح، وستفتح بإذن الله جل وتعالى
وبخبر الصادق المصدوق، كما أن هذا الحديث يشير إلى أن الصراع مع النصارى وخضوعهم للدولة الإسلامية سوف لن يتحقق إلا قرب خروج الدجال. وقد يكون السر في ذلك والله أعلم هو أن البعد الروحي للنصارى مقترن بالدجال، لأن العقيدة النصرانية قائمة على الاعتقاد بنزول عيسى وعودته إلى الأرض، وعودته عليه السلام مقترن بخروج الدجال، ولهذا فإن الصراع معهم مستمر، وإن هزيمتهم ستكون الحلقة الأخيرة التي تسبق الدجال. فنسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يعجل بفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب، القاهر القابض الغلاب، يمهل للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أحمده جل وتعالى وأشكره على سوابغ نعمه، وأسأله أن يدفع عنا أسباب سخطه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وعلى أصحابه، وسلِّم تسليمًا مزيدًا. أما بعد أيها المسلمون، الحديث الخامس في سلسلة الصراع بين الإسلام والنصرانية الذي سيكون بين مدٍّ وجزر، ينتهي بالمعركة الفاصلة التي يحشد لها النصارى قرابة 1,000,000 شخص، تنتهي بالهزيمة النهائية لهم، حيث لا يقف الجيش الإسلامي إلا بعد أن يفتح روما العاصمة الروحية للنصرانية. وعند هذا الفتح سوف تنتهي معركة الروم، فيتحقق ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتم فتح الروم، ويتبع ذلك مباشرة المعارك مع الدجال الذي ينتهي الأمر بقتله، وعندئذ تضع الحرب أوزارها ويقرب العالم من نهايته، ويتحقق وعد الله جل وتعالى بتبديل هذه الأرض غير الأرض، ويعود الخلق جميعهم إلى موجدهم، لتبدأ بعد ذلك الحياة السرمدية الأخروية. روى الحاكم في مستدركه، والإمام أحمد في مسنده، واللفظ للحاكم عن خالد بن معدان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتنصرون وتغنمون وتنصرفون حتى تنزلوا بمرجد تلول، فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب، فيتداولانها بينهم، فيثور المسلم إلى صليبهم وهم منهم غير بعيد، فيدقه ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فيقول الروم لصاحب الروم: كفيناك جد العرب، فيغدرون فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وفي رواية أخرى لهذا الحديث عند الإمام حاكم في مستدركه: ستصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، فتنصرون وتسلمون وتفتحون، ثم تنصرفون بمرج،
فيرفع لهم رجل من النصرانية الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليهم فيدق الصليب، فعند ذلك تغضب الروم فيجتمعون للملحمة. في هذا الحديث العظيم يتضح لنا أيها الأحبة بعض الحقائق التي تبين مستقبل الصراع مع النصارى، نلخصها في النقاط التالية. أولا، إن هذه الهيمنة من قبل النصارى اليوم على العالم، وأن هذه القوة المادية وهذه التقنية لن تستمر حتى نهاية العالم أبدا. قال الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذن فهذه العقلية التي يعيشها الغرب اليوم أنهم قادرون على فعل كل شيء، وهذا التباهي بالقوة المادية العسكرية والتقنية، ستزول بقوة الواحد الأحد. ثانيا، يشير هذا الحديث إلى خفض الهيمنة العالمية المعاصرة للنصارى، وفك ارتباط بعض الحكومات المعاصرة مع العدو الصليبي، وابتعاد النفوذ الصليبي عن المنطقة، مما يتيح للمسلمين تسلم زمام الأمور وتكوين دولة إسلامية تمثل قوة جديدة في العالم يلتجئ إليها النصارى، ويطلبون الصلح معهم للحصول على مساندة لمحاربة عدوهم الذي سينزل بهم الدمار. ثالثا، إن هذا الصلح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، والذي سيتم مع النصارى في آخر الزمان، يتم هذا الصلح بناء على رغبة من النصارى، فهم الذين يطلبون الصلح بقصد الاستعانة بالمسلمين، وهذا يؤكد أنه سيكون للمسلمين دولة قوية، وهو مؤشر إلى أنه قبل الملحمة ستقوم للمسلمين دولة قوية عظيمة يخشاها النصارى، ولمعرفتهم بقوة المسلمين يحشدون لهم ما يقارب 1,000,000 شخص، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتونكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رابعا، يفهم من هذا الحديث أن الفكر العلماني المعاصر التي تتبناه الدول النصرانية اليوم سوف يحل محله الفكر الديني الصليبي، وأن الدول النصرانية ستعود إلى دينها بعد أن قضت ردحا من الزمن وهي غارقة في شهواتها وعلمنتها، وأن الدين سيكون هو المحرك لهذه الدول. وهذا يؤخذ من الحديث من قيام رجل منهم برفع الصليب بقصد إظهار القوة النصرانية، فيغضب المسلمون لذلك فيعمدون إلى الصليب فيكسرونه، مما يثير غضب النصارى، فيقومون بقتل الجيش الذي كان معهم، وبهذا ينقضون الصلح مع الدولة الإسلامية، ثم تكون نهايتهم. خامسا، إن هذا الحديث وما سبق وأمثاله من علم الغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة تؤمن بالغيب كما قال ربنا جل وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فانطلاقا من إيماننا بالغيب وثقة بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن على موعد مع النصارى، وسيتحقق كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو
سترفرف رايات المجاهدين فوق دول النصارى، وسيقع المسلمون بأقدامهم عاصمة الفاتيكان الحالية روما، وستلتحم هذه الأمة مع أعدائها ويكون الغلبة لها، وستقع المعركة الفاصلة مع النصارى، وسيكسر الصليب فوق رؤوس أصحابه، وستكون معركة شديدة قوية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون قتلاها عدد كبير من الطرفين. قل عسى أن يكون قريبا. إلى كم يهان الدين والعلج يطرب؟ وحتى متى يا قوم ننعى ونشجب؟ وحتى متى يستأسد الفأر في الربا ويزرع فينا الخوف والحق يسلب؟ أفي كل يوم يشتكي الظلم إخوتي، وفي كل صقع من بلادي معذب، وفي كل يوم تستباح حقوقنا وما عاد فينا من يذود ويغضب. أللخائن العربيد ألف تحية، وللعالم المغوار سيف مدرب. أننعم والإسلام يشكو مصابه، ونضحك والرحمن للحق يغضب؟ فمن يا ترى للحق يأسو جراحه، ومن في سبيل الله للنفس يتعب؟ أهذا أوان النوم يا ابن عشيرتي، ودمع ذوي القربى على الخد يسكب؟ أهذا أوان النوم يا شبل خالد، وأنفاسنا في اللوح تحصى وتكتب؟ فقم يا حفيد الصحب واثأر لأمة يسوم لها الباغي وفي المجد يلعب. وقل لبني الإسلام واصرخ بجمعهم، سأنصر دين الله والحق أطلب. سأثأر للحق الذي بات يشتكي، فلا القيد يثنيني ولا الصوت يرهب. سأنصر هذا الدين مهما تكالبت عليه الأعادي أو العود أصلب. سأثأر على أن أموت مجاهدا شهيدا، إلى الجنات أسعى وأذهب. فمن يا ترى للذل يحني جبينه، ومن ذا عن الهيجا يرضى ويرغب؟ لئن كان للشر المبجل صولة فإن هدى الرحمن أعلى وأغلب. إلى كم يهان الدين والعلج يطرب؟ وحتى متى يا قوم ننعى ونشجب؟ وحتى متى يستأسد الفأر في الربا ويزرع فينا الخوف والحق يسلب؟ أفي كل يوم يشتكي الظلم إخوتي، وفي كل صقع من بلادي معذب؟ وفي كل يوم تستباح حقوقنا وما عاد فينا من يذود ويغضب؟ أللخائن العربيد ألف تحية، وللعالم المغوار سيف مدرب. أننعم والإسلام يشكو مصابه، ونضحك والرحمن للحق يغضب. فمن يا ترى للحق يأسو جراحه، ومن في سبيل الله للنفس يتعب؟ أهذا أوان النوم يا بن عقيدتي، ودمع ذوي القربى على الخد يسكب؟ أهذا أوان النوم يا شبل خالد، وأنفاسنا في اللوح تحصى وتكتب؟ فقم يا حفيد الصحب واثأر لأمة يسوم لها الباغي وفي المجد يلعب.
وقل لبني الإسلام واصرخ بجمعهم سأنصر دين الله والحق أطلب سأثار للحق الذي بات يشتكي فلا القيد يثنيني ولا الصوت يرهب فمن يا ترى للذل يحني جبينه ومن ذا عن الهيجاء يرضى ويرغب لئن كان للشر المبجل صولة فإن هدى الرحمن أعلى 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 وأغلب. أما بعد أيها المسلمون، في يوم 27 من شهر نوفمبر من عام 1995 للميلاد، اختارت الدول الأوروبية الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، اختاروا هذا اليوم بالذات ليكون موعدا لانعقاد مؤتمر موسع في برشلونة بأسبانيا يضم 15 دولة أوروبية واثنى 10 دولة متوسطية، من بينهما 8 دول عربية إضافة إلى تركيا وقبرص ومالطا ودولة العدو الصهيوني. فما مناسبة هذا المؤتمر؟ ولماذا عقد؟ وهل جاء هذا الموعد في زمانه ومكانه محض مصادفة؟ الجواب أن كل هذا الترتيب وفي هذا الموعد بالذات لم يكن مصادفة، إن هذا الموعد يوافق بالتمام والكمال ذكرى مرور 900 سنة على بدء الحروب الصليبية. ففي مثل ذلك اليوم من ذلك الشهر في عام 1095 للميلاد أطلق بابا النصارى أوربان الثاني دعوته لبدء الحملات الصليبية على البلدان الإسلامية الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط بغرض الاستيلاء على بيت المقدس. وكان مما قيل في ذلك المؤتمر ما صرح به ويلي كلاوس، حيث قال إن الأصولية خطيرة كما كانت الشيوعية ونرجوكم ألا تقللوا من شأن هذا الخطر. وقال أيضا إن الخطر الأصولي الإسلامي هو من أهم التحديات التي تواجه الغرب بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، ومن واجبنا أن نتعاون مع الدول التي تواجه ذلك النوع من الصعوبات. فهل كان هذا المؤتمر تحضيرا لحروب صليبية جديدة؟ ألم تنتهي الحروب الصليبية بعد؟ ألم يقل القائد الليمبي بعد استيلاء الإنجليز على القدس في الحرب العالمية الثانية وهو واقف على قبر صلاح الدين الآن انتهت الحروب الصليبية؟ هل كان مخطئا؟ يبدو ذلك، بل بالتأكيد كان مخطئا، هذا إن أحسننا به الظن. ولم يكن يعلم بأن النصرانية لم تشبع بعد من دماء المسلمين، ولم تكفها 7 أو 8 حملات في القرون الوسطى لإشفاء غليلها من المسلمين، ولم تشفها أيضا بعد ذلك الحملات الصليبية المعاصرة قبل وبعد الحربين الكونيتين في النصف الأول من هذا القرن، بدليل أن صيحاتهم باتت تصم الآذان منذرة بقيام المزيد من الحروب الصليبية بين العالم الإسلامي والعالم النصراني، وأنها لم تنتهي، بل صرح بذلك مؤخرا كبيرهم الذي علمهم السحر.
إن القائد الليمبي قال إن الحروب الصليبية انتهت باستيلاء النصارى على القدس في القرن العشرين، ولكن جاء الصرب وافتتحوا حملات جديدة، حتى قال وزير إعلامهم بالحرف الواحد في إعلان شهير له قال إن الصرب في معاركهم في البلقان إنما يمثلون طليعة الحرب الصليبية الأخيرة لاستئصال شأفة الإسلام. إن العالم قد رأى بعينيه الصلبان تحفر على صدور ورقاب المسلمين في البوسنة، فهل تستحق هذه الحرب وصفا آخر غير الحرب الصليبية؟ أيها المسلمون، لقد فرغ النصارى من أكثر الدول والأنظمة في العالم العربي والإسلامي تقريبا، ثم أقبلوا الآن على الشعوب المسلمة ذاتها ليناصبوا كل من بقي على الوفاء للدين العداء والأصولية أو الإرهاب التي نصبوها عدوا بديلا بعد سقوط الشيوعية، ما هي إلا تعبير عن رغبة قطاعات عريضة من الشعوب الإسلامية في العودة لأصول دينهم. هذه الأصولية بهذا المعنى هي المستهدفة بالحرب الشعواء التي بشر الغرب بقيامها ثم باشر البدء فيها فعلا، أحيانا بالقوة العسكرية وأحيانا بالمحاصرة الاقتصادية وفي أحيان أخرى بالتسلط الدولي تحت مسمى الشرعية الدولية. ومهما حاول الصليبيون الجدد أن يستروا أغراضهم وأحقادهم الدينية بالأقنعة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تحت مسمى محاربة الإرهاب، فإن تلك الأقنعة تسقط ويظهر الوجه الحقيقي للصراع وأنها حرب صليبية. قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال سبحانه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. أيها المسلمون، إن القرآن لم يحدثنا عن الأطماع الاقتصادية أو الأهداف السياسية أو العسكرية أو الحضارية للنصارى واليهود، ولكنه ركز على الأغراض الدينية لهم، أما الأغراض الأخرى فتأتي بالتبع. لقد كانت هتافات الجنود النصارى الزاحفين على بيت المقدس أيام الحرب الصليبية الأولى أنهم كانوا يرددون كلمات أمر الله أمر الله إنها إرادة الله، وباسم هذا الإله المدعى ذبح النصارى المسلمون العزل وقت دخولهم بيت المقدس في الحملة الصليبية الأولى، حتى بلغ عدد القتلى من المسلمين في ساحات الأقصى وطرقات المدينة نحو 70,000. وهذا ما يريده النصارى الجدد في حربهم الصليبية القادمة التي قد أعلنوا عنها. وتخبرنا الروايات الصليبية نفسها بأطراف من المأساة التي وقعت في الحملة الصليبية الأولى، فيقول أحدهم في رواية موثقة لدى أدعياء المسيحية السمحة طرفا من الحدث، فيقول وقعنا على مشاهد لم يسبق لها مثيل، فقد قتل عدد كبير من أبناء المدينة، فكانوا يرمون بالنبال أو يجبرون على القفز جماعات من فوق الأسوار، كما عذب بعضهم قبل أن يرموا في النار. شوارع المدينة كانت مليئة بالرؤوس والأيدي والأرجل، وكان الجنود في كل مكان يسيرون فوق الجثث. لقد كانت مجزرة رهيبة، بعدها كنا نسير في بحيرات من الدم، لقد نهب الصليبيون حتى ارتووا. وقال نصراني آخر إن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب والأطفال الرضع
كانوا يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم ويقذف بهم من فوق الأسفار أو تهشم رؤوسهم. هذا ما ذكره النصارى بأنفسهم في كتبهم التاريخية. ولماذا نذهب بعيدا نحن المسلمين؟ فقد رصد التاريخ الإسلامي الحدث ذاته بكثير من التفاصيل والدقة، سردها الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه الكامل، وذكر أن المذبحة استمرت طوال يوم الدخول وليلته، واقتحم النصارى المسجد الأقصى في صباح اليوم التالي وأجهزوا على من احتموا فيه، وصبغت ساحات المسجد بدماء العباد والزهاد الركع السجود، وتوجه قائد الحملة في الضحى لدخول ساحة المسجد متلمسا طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبته، وكان النظر لا يقع إلا على أكوام من الرؤوس والأيدي والأقدام المقطعة في الطرقات والساحات. وذكر أيضا ابن الأثير رحمه الله تعالى بأن النصارى قد نهبوا جميع الأمتعة وخربوا أثاث المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ونهبوا القناديل التي بلغت نيفا وأربعين قنديلا، كل قنديل وزنه 3600 درهم، وأخذوا نيفا 20 قنديلا من ذهب. وأبعدوا بعد ذلك أهل إنطاكيا وخربوا حمص وبعلبك وحماة وعسقلان وطبرية وغيرها من البلاد، وهجروا أهلها منها، وفعلوا الأفاعيل العظيمة التي استحى حكماؤهم ومؤرخوهم منها. أيها المسلمون، إن هذا الحدث وغيره بل وأكثر من ذلك ليس بغريب أن يفعله النصارى لو تمكنوا من رقابنا. بل لماذا نذهب بعيدا؟ ففي خلال الأعوام الماضية القريبة كم قتل من مسلمي البوسنة وطاجكستان وألبانيا والشيشان، بل كم قتل من شعب الصومال والسودان وشعب العراق على أيدي النصارى الصليبيين الجدد، وإلى الآن لم يرتووا، ولو حصل لهم فرصة أخرى لأحرقوا الأخضر واليابس. أعود أيها الأحبة لتاريخ المؤتمر في أول هذه الخطبة، إنه اليوم الذي أرادوا أن يكون عيدا يحتفلون به على أنقاض أرض الأندلس الضائعة، بل ليتهم أرادوا الاحتفال بالذكرى فحسب، بل أرادوا أن يجعلوها بداية انطلاق لبدء رحلة جديدة من الحروب الصليبية، وقبل ذلك بالتعاون مع العدو القديم اليهود الذين أصبحوا اليوم أعز أصدقاء النصارى الصليبيين وأخلص معاونيهم، حتى إن الغرب النصراني كله قد أجمع على تحويل الأرض المقدسة إلى ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية والكيمائية والجرثومية الموجهة إلى صدور كل شعوب المنطقة الإسلامية، وإن دولة اليهود إسرائيل هي الفرس الذي يعتليه النصارى ويوجهونه، واليهود يعرفون دورهم هذا تماما، وهم يعلمون أن النصارى يدخرونهم ليوم معلوم قد يحاول المسلمون فيه استعادة كرامتهم ومقدساتهم. ولهذا فإن المراقب المسلم لا يمكنه أن يتجاهل الدور اليهودي في التبشير بالصراع القادم ودق الطبول للحرب المرتقبة، وتصريحاتهم القديمة في ذلك كثيرة ومتواترة، ولا يزال قادتهم يرددون وبقوة أشد التحذيرات والصيحات والنذر من خطورة عودة الروح إلى الإسلام على يد دعاة الأصولية والإرهاب زعموا. أيها المسلمون، إن النصارى الجدد يريدون أن يستمروا في إراقة الدماء ولو كان دماء شيوخ ونساء وأطفال، المهم أنهم مسلمون، وقد يخترعون مسرحية أو شماعة يعلقون عليها أهدافهم
إنها حرب صليبية أيها الأحبة، ولا تفسير لها إلا ذلك. أيها الأحبة في الله، إن الإسلام هو دين الله عز وجل، فلا خوف على الإسلام من الحرب الصليبية الجديدة، إنما الخوف على موقفي أنا وأنت من هذه الحرب التي قد دقت طبولها. ماذا قدمنا وماذا سنقدم، وما هو الدور الذي يجب أن يقفه كل مسلم؟ أما الإسلام فهو كتلك الحبة التي تبقى في باطن الأرض عشرات السنين، فإذا نزل المطر نبتت من جديد، وهذا الأمر واقع في الدنيا كلها ولله الحمد. فلقد عمل أعداء الإسلام للقضاء على دين الله عز وجل بكل الوسائل، أباحوا المحرمات، حاربوا التعليم الإسلامي، همشوا لغة القرآن، ألغوا تطبيق الأحكام الشرعية، شجعوا كل أنواع الملاهي المفسدة للشباب، جعلوا من وسائل الإعلام وفي مقدمتها التلفزة معاول لهدم الأخلاق، نشروا الصحف والكتب التي تشكك حتى في الإيمان بالله عز وجل. ومع ذلك كله، فهل تم القضاء على الإسلام؟ لقد انتشر الإسلام على يد الأتراك العثمانيين في مقدونيا وألبانيا وكوسوفا والبوسنة والهرسك، وأصبحت المآذن في كل هذه الأرجاء تردد صباح مساء نداء الله أكبر. ومنذ عام 1912 للميلاد والمخططات تعمل للقضاء على الإسلام في تلك الأنحاء، فالحكم الشيوعي حارب الإسلام حربا لا هوادة فيها، حتى وصل الأمر في ألبانيا إلى منع الأسماء الإسلامية وفي مقدمتها اسم محمد، ونشأت أجيال تحت الحكم الإلحادي الشيوعي الكافر القاضي بقهره وسفكه لدم كل من يظهر شيئا من الإسلام، حتى ظن أعداء الإسلام أنهم قد قضوا تماما على أي وجود إسلامي. لكنهم فوجئوا كما فوجئ الغرب بنور الإسلام يشع في تلك الأرجاء بمجرد انحسار الحكم الشيوعي، فما أن سقطت الأنظمة الشيوعية حتى ارتفعت المآذن وامتلأت المساجد وظهر الشباب الحافظ لكتاب الله عز وجل، بل والمتقن للغة العربية، وتيقن أعداء الإسلام أن نور الله عز وجل لن ينطفئ أبدا. كيف ينطفئ وقد قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، لقد ارتكب النصارى جرائم وحشية في حق مسلمي الأندلس كذلك، أجبروهم على التنصر وحولوا مساجدهم إلى كنائس وأتلفوا كتبهم ومصاحفهم واعتبروا أطفالهم نصارى، فعمدوهم بالقوة ومحوا شعائرهم وشعاراتهم ومنعوا تقاليدهم وعاداتهم ونكثوا العهود والمواثيق، فقتلوا وعذبوا ونكلوا وشردوا. وفي القرن المنصرم فعل الاستعمار الصليبي النصراني في بلاد المسلمين من قتل وتشريد وفساد وإفساد وتخريب ودمار ونهب للأموال والممتلكات ما تقشعر له الأبدان، وحرم المسلمون من أدنى الحقوق التي لا تحرم منها حتى الدواب والبهائم، وليست مذابح البوسنة والهرسك ومجازر كوسوفا منا ببعيد. وها هم اليوم يتغنون كذبا وزورا بالأمن والسلام والوحدة والوئام، فهذا مجلس الأمن وذاك مبعوث السلام وهذه خطة أمن وتلك صلات سلام، فبالله عليكم متى علمتم الوحوش الضارية استأنست؟ ثم هل تلد الوحوش غير الوحوش؟ والأعجب أن المسلمين لا يعتبرون من التاريخ، وما يزال البعض يثق بالنصارى ويصدق بأنهم عادلون منصفون
يرعون حقوق الإنسان، وصدق الله العظيم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد بدأت محاولات الغزو الصليبي الحديث منذ القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، بعد أن طرد الأوروبيون الإسلام من الأندلس، بعد معارك وحشية طويلة بارك البابا الانتصار الصليبي وشجع الصليبيون على متابعة المسلمين لطردهم من بقية بلاد الإسلام. يدفع إلى ذلك حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين. ثم تبعتها الرحلات الاستكشافية تحت غطاء العلم، لأن المقصود من تلك الرحلات هو تطويق العالم الإسلامي آنذاك، وقد صرح بذلك الرحالة فاسكو داغاما الذي استعان بالبحارة المسلم ابن ماجد الذي أمده بالمعلومات والخرائط، وقاد معه سفينته نحو جزر الهند الشرقية. فلما وصل قال ذلك الصليبي الحاقد بعد إتمام الرحلة: الآن طوقنا رقبة الإسلام ولم يبق إلا جذب الحبل ليختنق فيموت. ثم تتابعت الرحلات الأخرى التي قام بها الصليبيون في العالم الإسلامي يدرسون مداخله ومخارجه. هذه الرحلات التي ندرسها نحن لطلابنا على أنها من أعظم الرحلات وأنها رحلات علمية. أما اليوم فها هو التبشير والتنصير قد أنشب أظفاره وكشر أنيابه، وهو نتيجة من نتائج التعصب الصليبي المسلح، ومولود من مواليد القوة الطاغية التي تسمي كل ما ترضى عنه من الأعمال المنكرة حرية دين أو حرية فكر أو حرية رأي، وتسمي كل ما لا ترضى عنه من المطالبة بالحقوق المغصوبة وغير ذلك تسميه إرهابا وعنفا وأصولية وتشددا. أيها المسلمون، إن عداوة أهل الكتاب للمسلمين قضية مقررة محسومة وعقيدة راسخة معلومة بينها الله عز وجل في كتابه، وشهد لها التاريخ والواقع الأليم. فمن لم يقنع ببينة القرآن ولم يكفيه شاهد العيان فلا حيلة إليه. لقد غزت أوروبا النصرانية بلاد المسلمين بجيوش جرارة لأحقاد دفينة ترفضها جميع الأديان السماوية، وأرادوا تحقيق أغراض توسعية لمصلحة الكنائس الغربية واستغلالا لخيرات وأموال بلاد المسلمين. إن الدافع الأول من أهداف الحروب الصليبية القديمة والجديدة هو الدافع الديني، ومن أشهر من تبنى الدعوة إلى الحروب الصليبية هو البابا نفسه، والذي يعتبر المسؤول الأول عن الترويج لحرب المسلمين. وقد وعد البابا الجموع المشاركين بالحرب برفع العقوبات عن المذنبين منهم، وإن كانت حملاتهم لا تخلو من مآرب اقتصادية لاستغلال خيرات العالم الإسلامي. فهل توقفت الحملات الصليبية الآن؟ أنى لها أن تتوقف، وأحقاد القوم لا يطفئها إلا بالانتقام وإراقة الدماء. الحروب الصليبية لم تتوقف أبدا منذ مطلع الدعوة الإسلامية وحتى عصرنا الحاضر،
قد برت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعود تاريخ الحروب الصليبية إلى بداية المواجهة ضد النصارى في غزوة مؤتة، واستمر هذا الصراع مع حملة الصليب عبر الأندلس وصقلية وفلسطين وسواحل بلاد الشام. غزوة مؤتة كانت مثالاً للصراع المبكر بين المسلمين والنصارى في السنة 8 من الهجرة، وكان الصليب هو شعار الروم آنذاك. واستمر الصراع، فجاءت معركة اليرموك بقيادة كبار الصحابة، ورفعت رايات الإسلام على بلاد الشام خفاقة مشرقة، ودخل الإسلام بعد ذلك أرض الكنانة. ومن المعارك الفاصلة في تاريخ الصراع الصليبي مع المسلمين موقعة ملاذ كرب، انهزم فيها النصارى هزيمة ساحقة، وامتلأت الأرض في آسيا الصغرى بجثث القتلى، وأسر الإمبراطور نفسه على يد القائد المسلم ألب أرسلان. ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية الشهيرة، واستمرت قرنين من الزمان، وكانت الحملات فيها تتوالى من الغرب الصليبي على بلاد المسلمين كالأمواج المتلاطمة، وكان الصليب فيها شعارهم، فكانت عدوانا صارخا حاقدا ليس له نظير في تاريخ الحروب العالمية، إذ خلفت الخراب والدمار، وكانت سمتها المجازر الوحشية، مما يعتبر وصمة عار في تاريخ العالم النصراني. وكل حملة من هذه الحملات كانت توجه لبقعة من أراضي المسلمين. فجاءت الحملة الأولى نحو بيت المقدس، ثم الثانية، ثم الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا حتى جاءت السابعة بقيادة ملك فرنسا موجهة إلى مصر، فتصدى لها المجاهدون المصريون قرب المنصورة، وألحقوا بهم هزيمة ساحقة بلغ فيها عدد القتلى من الصليبيين 30,000، أما الأسرى فحدث ولا حرج والحمد لله. والحملة الثامنة توجهت نحو المغرب ونزلت في أرض تونس، وبعد 4 أشهر أنزل الله جل وتعالى وباء قضى على أكثر الجيش الصليبي والحمد لله. أما الدولة العثمانية فتاريخها مع الحروب الصليبية النصرانية تاريخ عريق، فلم تنس أوروبا النصرانية هزيمتها أمام الدولة العثمانية، والتي أحرز فيها العثمانيون نصرا مؤزرا، فقد قتل من النصارى الكثير، وغرق آلاف منهم في نهر الدانوب والحمد لله. ولن تنسى أوروبا النصرانية سقوط القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله. ومنذ ذلك التاريخ وقادة أوروبا النصرانية يضعون الخطط للإجهاز على الدولة العثمانية واقتسام تركتها. واستمر القوم يتآمرون ويتعاونون مع جمعيات الماسون السرية التي كانت تضم المجرمين من اليهود والصرب واليونان، حتى تمكنوا من عزل السلطان عبد الحميد وإسقاط الخلافة، ليتحكم فيها جماعة الاتحاد والترقي ومعظم قادتها وأعضائها من يهود الدونمة. فتمكن الاستعمار الخبيث من القضاء نهائيا على الخلافة واصطناع الحدود بين أقطارها عن طريق اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة عام 1915 للميلاد، وتم إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة خارج الحدود ومصادرة أمواله وإعلان علمانية الدولة وإلغاء الشريعة الإسلامية. ولم تكتف الصليبية النصرانية بكل هذا، بل استمروا
في حربهم ضد المسلمين، فاستغلوا خيرات بلاد المسلمين دون استثناء تقريبا، من المغرب العربي إلى مصر إلى بلاد الشام، فلم تسلم دولة إسلامية من ذلك حتى باكستان وأندونيسيا. وها هم اليوم يعلنونها حربا صليبية جديدة، نسأل الله جل وتعالى أن يحقن فيها دماء المسلمين العزل الذين لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالنصارى واليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالنصارى واليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم لعنهم، اللهم لعنهم، اللهم لعنهم وأهلكهم وشتتهم ومزقهم كل ممزق. اللهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم، واجعل اللهم الدائرة تدور عليهم. اللهم دمر اقتصادهم، اللهم دمر اقتصادهم وجوع شعوبهم وزلزل أركانهم وألق اللهم الرعب في قلوبهم. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة. الدمام، حي المزروعية، شارع الملك سعود، هاتف رقم 0-8-3-2-1-1-1-0. الناسوخ، تحويلة رقم 230. وللعلم، حقوق الطبع محفوظة. كان معكم من التقديم الإذاعي محمد الفريح ومحمد الغامدي. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد قال الحي القيوم في محكمه غلب الروم، قد قال الحي القيوم في محكمه غلب الروم، وببشرى الهادي المعصوم سيولي الجمع المهزوم، وببشرى الهادي المعصوم سيولي الجمع المهزوم، وسنفتح روما فتحا سيعيد الحق المهضوم، وسنفتح روما فتحا سيعيد الحق المهضوم، والقسطنطينية أيضا وبتكبير سوف يدوم، سوف يدوم، سوف يدوم، حتى تبصر كل الدنيا منظر حائطها المهدوم، حتى تبصر كل الدنيا منظر حائطها المهدوم، وسيجمعنا ميدان بصليب الكفر المزعوم، وسيجمعنا ميدان بصليب الكفر المزعوم، وسنكسره كسر الجرة في يوم الوقت المعلوم، وسنكسره كسر الجرة في يوم الوقت المعلوم، وستغدو الأرض لهيبا في هذا اليوم المحموم، 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 فكتائب مكة قادمة تزحف بالذبح المحتوم، فكتائب مكة قادمة تزحف بالذبح المحتوم، وكأن اليرموك اشتاقت لترى سيف بني مخزوم، وكأن اليرموك اشتاقت لترى سيف بني مخزوم، لترى خالدها ثانية أترى خالدها سيقوم، لترى خالدها ثانية أترى خالدها سيقوم، يا سيف الله لنا زمن نضرب بالسيف المثنوم، 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 وصليب الكفر يحاربنا والعزم لدينا معدوم، وصليب الكفر يحاربنا والعزم لدينا معدوم،
لكن بشائر ملحمة كبرى في الأجواء تحوم، لكن بشائر ملحمة كبرى في الأجواء تحوم. فالله يقول يبشرنا في محكمه غلب الروم، فالله يقول يبشرنا في محكمه غلب الروم. قد قال الحي القيوم في محكمه غلب الروم، غلب الروم، غلب الروم.